يا يعني هادوك حتى هما راه المهم هادوك هادوك الفطائر كنديروا فيهم كناخذوا واحد البيضه انا مقاديري بسيط ما كنفوتش بيضه الله يعطيك الخير ولكن النتيجه متميزه تبارك الله الاطباق ديالك والوصفات ديالك يعني عيب الشوفه كتبغي تصايبيهم صراحه الله يبارك فيك عاد اللي قرا المقادير يبانوا لي اقتصاديين يزيد يزعم يتشجع صافي كنديروا بيضه كنديروا معها ربع كاس ديال السكر وربع كاس ديال الزيت وكاس الارض ديال الحليب يكون دافي واحد المعلقه ديال خميره الخبز واحد الفانيا وربع معلقه ديال الملحه وكنديروا 250 غرام ديال الدقيق اييه كنخلطوا هاد المكونات كاملين كنخليوها تخمر واخا من بعد كنديروا كنشدوا كويرات الفارين كنديروا في دوك المولات عرفتيهم ديال ليكيش اييه اللي فيهم دوك السنينات من الجناب اييه كنديروا في دوك المولات من بعد كنديروهم قد المهم صغارين دابا ملي كيخمروا عاد كنديروهم في دوك الكويرات في المولات حتى كيخمر كيتضاعف الحجم ديالها كنخرجوا منهم كنديروا منهم كريصات اييه كنديروا منهم كريصات صغارين كنديروهم في دوك المولات يكونوا مدهونين اييه ومرشوشين هكا بالدقيق واخا ولا غير مدهونين صافي كنديروهم في دوك المولات كنقرصوهم شويه وكنديروا فيهم واحد الكريمه كنديروا على شكل حلزوني بداك البلاستيكات اللي قلت لك اييه نجيب الحلواني جوطابل كيتلح اييه هادوك ما كيخطاونيش كنستعملهم بزاف كنجيبهم كنديروا فيهم هاد الكريمه كنديرهم على شكل حلزوني وكنخليهم يخمروا اييه من بعد كندخلوهم للفراد كريمه شمن كريمه انا غادي نقولها لك دابا من بعد ملي كندخلوهم للفراد كندهنوهم بالكونفيتور وكأورشيت عليهم شويه ديال اللوز مهرمش ولا فوكا والكوك اييه الكريمه درت فيها كاس ديال الحليب معلقه ديال السكر معلقه ديال بودره الكريم باتيسير وكنخلطوهم على البارد وكنديرهم فوق البوطه كاس ديال الحليب كاس ديال الحليب ومعلقه السكر ومعلقه ديال الكريم باتيسير البودره يتخلطوا في البارد عاد كنديرهم فوق البوطه مع التحريك حتى كيعقد كنزولوهم فوق النار كنزيدوا عليها معلقه ديال نيسلي كراميل انا كنصوبو في الدار ما كنشريهش الحليب بغيتي نعطيك المقادير ديال واخا اي ديال الكراميل كنخلطوه مزيان حتى كيندمجوا ديك الساعه وكنزينوا به هاد بغيتي نعطيك الكريم باتيسير كي كندير له واخا قلتي لنا هذا الحليب المركز كراميل هاد الحليب المركز كراميل هو اللي كي كندير له كناخذ كاس ديال الحليب بودره كنحمرها في المقله كتحمر اييه كيتغير اللون ديالو من بعد كنديرو في المولينيك وكنزيد عليه كاس ديال السكر ونص كاس ديال الماء يكون غليان طايب طايب كنخلطو في مولينيك صافي كنخويو شي زلافه كنخليوه حتى ياخذ درجه حراره المطبخ كنديرو في الثلاجه غير كيبرد كيولي بحال هذاك ديال الزنقه ممتاز هاد الفطائر كيجيو زوينين بهذيك الكريمه في الوسط رشات عليها الكوك وفي الجوانب ديال الفطائر يعني اللوز مهرمش ولا شوفوا نتوما كي اللي تيبغي كاوكاو على حسب كلشي كيجي زوين يعطيك الصحه فطائر زوينين تبارك الله